السلام عليكم خوتي خوتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. اولا اعتذر على هذا الغياب نظرا ل يعني واحد مجموعة من التراكمات، من بينها الحراسة، من بينها التصحيح ديال الامتحانات الى غير ذلك. اذا فارتأيت من هذه الحلقة هذه انني نهضر لكم على المنحة وكل ما يتعلق بالمنحة. اذا اول حاجة بالنسبة للناس اللي كتشوف الفيديو ديالي على اول مرة، كنتمنى انها تنزل تحت تبرك على زر سابوني ثم تفعل الجرس باش توصل بالجديد اللي انا كنحطو على هذه القناه. اذا اول حاجه غادي نعرفوا، غادي نتطرق الى ثلاثه النقاط. النقطه الاولى هو التعريف بالمنحه، النقطه الثانيه هو القدر ديال هذه المنحه، يعني شحال كنشدوا في هذه المنحه هذه، ثم النقطه الثالثه وهي المشاكل اللي كنلقاوها اثناء التسجيل ديالنا في الموقع ديال المنحه. اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا التعريف غنعرفوا المنحه. اذا شنو هو التعريف ديال هذه المنحه هذه، وشنو هي هذه المنحه، وعلاش كتعطى هذه المنحه هذه؟ اذا اول حاجه كما كتعرفوا على ان الدوله او الوزاره خصات واحد الاعانه ماليه من اجل المساعده ديال الطلبه باش يكملوا الدراسه ديالهم في الحياه الجامعيه. اذا هذا اولا هو التعريف ديال المنحه. ثانيا وهي القيمه ديال هذه المنحه هذه. اذا كما كتعرفوا القيمه ديال هذه المنحه هذه كتختلف من طالب الى طالب. بمعنى اخر، الطالب اللي كيكون خارج الجامعه، بمعنى خارج المدينه اللي داخلها الجامعه، فماشي هو الطالب اللي كيكون داخل المدينه اللي كتكون فيها الجامعه. غادي نشرح لكم. بالنسبه للطالب اللي كيكون خارج المدينه اللي كتكون فيها الجامعه، نعطيكم نموذج. مثلا انت كتسكن في تفلت او خميسات او المعازيز الى غير ذلك، وكتقرا في جامعه مثلا بحال قنيطره او الرباط او غير ذلك، او لا جاي مثلا شي مدينه خارج الجامعه اللي انت غتقرا فيها، فالمنحه ديالك كتكون يعني كامله بالمقارنه مع هذاك الطالب اللي كيكون مثلا داخل الجامعه. مثلا الجامعه كاينه في الرباط هو ولد الرباط، او لا الجامعه كاينه في قنيطره هو ولد قنيطره. اذا فالمنحه كتختلف من هذا الى هذا. اذا غادي ندوز مباشره الى القدر ديال هذه المنحه هذه. اذا كما كتعرفوا كما قلت لكم، يعني الطالب اللي كيكون جاي خارج المدينه اللي فيها الجامعه، فكتكون القدر ديال هذه المنحه اللي هي سنويا 6334 درهم. 6334 درهم، الفلوس كثيره بزاف. اذا غادي نقسموا هاد 6334 كتقسم ثلاثه ديال لي ترونش، اولا ثلاثه ديال الاقسام، يعني 3 شهور 3 شهور 3 شهور. 3 شهور الاولى كياخذ فيها 1900 درهم، ثم يعني لا ترونش الثانيه وهي 3 شهور اللي موراها مباشره، اذا كياخذ فيها 1900 درهم. اما الدفعه الاخيره اللي هو 3 شهور الاخرى كياخذ فيها 2533 درهم. 2533 درهم، هذا بالنسبه للطالب اللي كيكون خارج الجامعه. غنعطي نهضر لكم دابا على الطالب اللي كيكون داخل، يعني داخل المدينه اللي فيها الجامعه اللي هو كيتسمى يعني دومي بورس، كياخذ فيها 950 درهم في الدفعه الاولى، يعني 3 شهور الاولى، ثم 950 درهم في يعني الدفعه الثانيه 3 شهور الثانيه، ثم يعني في 3 شهور الاخيره كياخذ فيها 1266 درهم، اللي في المجموع 3167. اذا الا تفكرتوا معايا، الطالب اللي كيكون خارج الجامعه كياخذ 6334 درهم سنويا، ثم الطالب اللي كيكون داخل يعني المدينه اللي كتكون فيها الجامعه اللي هي 3167 درهم. اذا هذا فيما يخص يعني كل ما يتعلق يعني القيمه ديال المنحه. اذا غادي نهضر لكم مباشره، ننتقل لكم الى المشاكل اللي كتلقاوها في اثناء التسجيل. اذا واحد يعني المشكل حقيقه كيكون يعني في بدايه ديال التسجيل ديالنا في الموقع اللي كتمنحوا لنا الوزاره، اللي هو منحتي.ma، اللي من خلاله كنتسجلوا في هذا الموقع هذا وفي يعني هذه المنحه. اذا كما كتعرفوا في القديم كانت عندنا الطريقه الوحيده اللي هي كتجيب داك الملف الزرق وكتتبعو، يعني كتديه للمقاطعات ومن بعد ذلك الى القسم الخاص يعني بالدخل السنوي الى غير مجموعه ديال الحوايج، ثم عاد كتحطو في النيابه، والنيابه بدوره كتسلمو الى الوزاره وكيترطى داك الملف الى غير ذلك. اذا الان الوزاره سهلت علينا هذه المأمورية هذه، وهي دارت واحد السيت، واحد الموقع اللي كنتسجلوا من خلاله،
ثم من خلال هذاك الموقع المعلومات اللي كنعطيوهم حنايا كيتاكدوا من ذوك المعلومات ومن بعد ذلك مباشره كيقولوا لنا واش الاوكي للملف ديالنا او لا يلغى الملف ديالنا يعني نظرا لواحد المجموعه ديال الشروط والمعايير اللي كتوضعها الوزاره اللي نتوما كتلقاوها ايضا يعني في اثناء التسجيل ديالكم في هذا الموقع هذا. اذا اول حاجه كما قلت لكم هو كتدخلوا الموقع ديال المنحتي.ma وكلشي يعني وانصحكم انكم باش تدخلوا من البي سي ما تدخلوش من التليفون لان العدد فيكم كثير كيدخل البي سي من التليفون فبالتالي كيلقى واحد المجموعه ديال المشاكل. اذا انصحكم بانكم باش تدخلوا بالبي سي حتى اللي ما عندوش البي سي بامكانه انه يمشي للسيبر ويعني يتبع المسائل هذو. اذا اول حاجه كما قلت لكم هو انكم كتدخلوا الى الموقع ديال منحتي.ma كتمشي مباشره الى كتمشي مباشره الى ايداع الطلب راه غتلقاو من تحت دوك المربعات. اذا ايداع الطلب من بعد ايداع الطلب مباشره كتكليكيو عليه كيديكم الى صفحه اللي هي كيقول لك طلب الحصول على المنحه طلب يعني التعليم العالي كيقول لك رقم المسار ثم كلمه المرور ثم ادخال الرمز اللي كيعطيكم تمايا. اذا شنو كدير؟ اول حاجه كتدخل الرقم ديال المسار ديالك ومن بعد مباشره كتدخل المسار كتمشي ما كتمشيش الى كلمه المرور كتمشي الحصول على كلمه المرور. حيت علاش؟ حيت انت ما كيكون مازال ما عندكش يعني الكلمات المرور ديال الملف ديال المنحه ديالك. اذا خاصك تدخل الى الحصول على كلمات المرور باش تاخذ يعني يعطيك واحد الكود وهذاك الكود من خلاله عاد غترجع لذاك السيت الاول اللي انت دخلتي له عاد غتدخله. اذا كتمشي الحصول على كلمه المرور اذا الحصول على كلمه المرور كما قلت لكم اول حاجه ثم كيعطيك واحد شنو كيقول لك؟ يقول لك دخل رقم المسار ديالك ثم ادخل الرمز كيعطيه لكم تما زد جي ا زد اولا زد 3 2 5 يعني كيف ما كتبتيهم كتدخلوا. اذا الرمز اللي كيكون عندكم نتوما في الصوره تمايا هو هذاك اللي قلت لكم دابا انايا ثم كتدخلوا من بعد ما كدير التاكيد بعد مباشره كيقول لك سوف تصلكم يعني كلمه المرور على بريدكم الالكتروني خلال ثواني وفي حاله عدم التواصل بكلمه المرور المرجو اعاده الطلب. شنو كديروا؟ اذا شنو كدير دابا؟ دابا كتمشي للبريد الالكتروني ديالك ماشي البريد الالكتروني اللي كيكون عندك انت شخصي لا البريد الالكتروني اللي كتعطات اللي عطاتو لكم الوزاره اللي عطاتو لكم الوزاره اللي هو حنا غادي وكيفاش غندير باش نفتح هذا الايميل هذا؟ اذا كنجي مباشره لجوجل كنكتب تعليم.ma اذا تعليم.ma هادشي راه عطاتو لكم المسار. اذا كنمشيو للموقع الاول هو تعليم.ma كنكليكيو عليه المره الاولى. اذا من خلال المباشره كيوجهنا كيعطيكم في هذا كيوجهك فين دير الايميل ديالك. اذا مايكروسوفت اذا كتدخل الايميل ديالك والايميل ديالك غالبا كيكون يعني من الرقم ديال المسار زائد الرقم وهذاك الارقام اللي كيعطوك @تعليم.ma لان الاغلبيه كلشي فيكم يعني كيعطيهم هذه المساله هذه. اذا الرقم ديال المسار ديالك @تعليم.ma اذا كديروا كتدخلوا ثم كيعطوك المود باس. اذا شنو هو المود باس اللي غديروا غالبا يعني هنا فاش كتحصلوا هذا المود باس هذا كتقول مين جابوا هذا المود باس هذا؟ اذا المود باس اللي كتعطيكم اللي كتعطيكم المؤسسه في اول مره. اذا كتعطيكم المؤسسه في اول مره كيقول لك الا بغيتوا تغيروا كتغيروا. اذا الا خليتيه هو كما هو في الاول اذا كدير داك الكود اللي هو اللي عطاتو لك يعني المؤسسه وعطاتو لك الوزاره اللي في اول مره الا غيرتيه انت اذا فكدير داك التغيير داك يعني الكود اللي انت غيرتيه. احنا غادي نديروه دان كما قلت لكم يا اما عطاتكم الوزاره داك اللي عطاتكم الوزاره الكود المود باس يا اما داك اللي بدلتوه نتوما يعني
اذا هو تحلينا. اذا شنو كيعطينا حنا؟ حنا الغرض ما كيعطينا واحد المجموعه ديال يعني لي زابليكاسيون هنايا كنمشيو حنا الاوتلوك. اذا اللي عندنا الغرض به هو الاوتلوك. عفوا اوتلوك كدير كنمشيو للاوتلوك دان اوتلوك. اذا ها هو كيجينا يعني البوات الايميل ديالنا هو عطانا صيفط لنا يعني الكود ديالنا. اذا هذا هو الكود اللي غنبقاو ندخلوا به في يعني في ديال المنحه ديالي اللي هي هو هذا تدار اسمحني هنا. هو كيكون عطانا واحد كلمه المرور كنكوبيو هذا الكود هذا اللي عطاونا حنايا في الاول. اذا دابا غادي نمشيو للاول الصفحه الاولى اللي هي بعد ما خدينا هذا الكود هذا اللي تصيفطنا في الايميل ديالنا كنمشيو للباج يعني الصفحه الاولى اللي هي ديال منحتي بايم ا. اذا كنديروا كنديروا غير فقط يعني رجوع. اذا كنديروا الرقم ديال المسار ديالنا وها نتوما كما كتعرفوا دابا اذا وصلنا الايميل هذاك الكود ديالنا عفوا وصلنا داك الكود ديالنا عبر داك الايميل اللي حنا دخلناه دابا. اذا كندخلوا دابا داك الكود اللي عطانا في كلمه المرور. ثم يعني كندخلوا داك الادخال داك الرمز اللي عطيناه هما هذوك اللي كنطابيو تمايا اللي عطيناه هما في داك التصاور اش زد كما قلت لكم. اذا مباشره حنا دخلنا له دابا دخلنا يعني بشكل عادي يعني ما كاينش مشكل بشكل يعني نهائيا. اذا مباشره يعني ملي كندخلوا هذه المسائل هذو اذا كما قلت لكم يعني المشاكل اللي كتلقاوها في ديك الدخله اذا من بعد مباشره كيعطيونا ندخلوا المعلومات ديالنا. اذا النصائح اللي ممكن ان نعطيكم انا في هذا يعني في هذا ملي كنبقاو ندخلوا المعلومات ديالنا اخوان ما خصش المعلومات ديالنا تكون خاطئه. يعني داك الشيء اللي عندنا حنايا هو اللي كندخلوه واي حاجه كانت عندنا خطأ راه في الاخر قبل ما نصدقوا على الطلب ديالنا راه كيعطيونا التعديل. بمعنى اخر الا كان شي مشكل عندنا يا راه كنديروا التعديل ثم كنعدلوا المعلومات ديالنا. المشكل ايضا اللي كتلقاو في اثناء دخل يعني ما كتدخلوا المعلومات ديالكم هو الدخل السنوي ديال الاب ديالكم. الدخل السنوي ديال الاب ديالكم الاخوان راه ما يمكنناش نقولوا شي دخل سنوي اللي حنا نزيدوا فيه او لا شي دخل سنوي اللي ممكن اننا نعطيوه قليل جدا. اذا كنديروا الدخل السنوي اللي حنا يعني كيستافد منه الاب ديالنا. شنو كنديروا يعني هما كيقول لك الدخل السنوي مثلا كنديروا الدخل السنوي الدخل الشهري ديال الاب كنضربوه في 12 شهر. اذا كان مثلا الدخل السنوي هو 2000 درهم ف 2000 درهم كنضربوها في 12 وكتعطينا التوتال. هذا فيما يخص يعني الدخل السنوي ديال الاب ديالكم. الدخل السنوي ديال الام الا ما كانتش الام يعني ربت بيت فرا كنديروا صفر يعني في الباقيه كله صفر صفر. كيقول لك بعض المرات شنو هو مثلا العقار او لا شي حاجه بحال هكا يعني الدخل مثلا ديال العقار واش الاب مثلا ديالك هو عنده شي ديور كاريهم او لا كيكريهم فبالتالي يعني راه كيدخلوا له الاجر او كيدخلوا له الفلوس. اذا فبالتالي حنا الا ما كان عندنا تحليل من الشيء كنديروا يعني صفر صفر. اذا اللي كتحتاجوا نتوما من هذا الشيء كله هو البطاقه الوطنيه ديال الاب ديالكم ثم البطاقه الوطنيه ديال الام ديالكم باش كتدخلوا المعلومات ديالكم و ديال يعني ديال الاباء ديالكم يعني كيطلبوكم هذا الشيء يعني راه ملي كتكونوا كتدخلوا المعلومات راه يكونوا كيطلبوا لكم هذه المسائل هذو. نقطه اخرى وهي يعني الاخوان اللي كيكونوا معنا الاخوان اللي كيكونوا مزوجين فما كاينلاش اننا ندخلوا معنا في دوك المعلومات اللي عندنا حنا في المنحه. اما يعني الاخوان اللي كيكونوا يعني ما مزوجينش فيرجى اننا ندخلوهم ثم نديرهم واش كيتابعوا الدراسه واش ما كيتابعوش واش عاطل واش خدا شي شهاده وجالس الى غير ذلك. يعني المعلومات نعاود ناكد المعلومات خصها تكون يعني معلومات دقيقه جدا لان راهما عندهم يعني لهذه المسائل وكيتاكدوا منها يعني كيتاكدوا من هذه المعلومات اللي نتوما دخلتوا في هذا يعني في هذا الموقع اللي نتوما درتوه. ثم من بعد مباشره من بعد ما كندخلوا المعلومات ديالنا كيعطيونا واحد الروسي. اذا كنحملوا هذا الروسي ديالنا ثم ذاك الروسي مهم جدا كنخليوه عندنا اولا كنتيريوه ورقيا وكنحطوه عندنا. علاش؟ لان كيعطيونا واحد الكود فيه الكود ديال تتبع الملف ديالنا. اذا ملي غنمشيو مثلا للوزاره او للنيابه فمن بعد ما يخرجوا النتائج ديالنا اذا هذا الشيء كنقول لكم من بعد ما يخرجوا النتائج ديال البكالوريا وكنتمنى لكم يعني من هذه الحلقه هذه النجاح يعني لكل واحد. اذا كيطلبوا لنا واحد من بعد ما كنسجلوا كما قلت لكم
واحد الكود. هذا الكود هذا هو اللي كنتبعوا به يعني الملف ديالنا. كنمشيو للوزاره اولا يعني النيابه اولا شيء من هذا القبيل، كنقول لهم بغينا نعرفوا الملف ديالنا فين وصل، واش تقبلنا واش ما تقبلناش الى غير ذلك. اذا كتبوا لكم هذا الكود هذا، اذا فضروري من بعد ما كتسجل انت في المنحه، اذا كما قلت لك يعني كتطلب انك باش تخرج داك الروسي، راه كيقول لكم واش الطلب ديال هذا الروسي هذا. اذا كدير له انت اوكي وكتحملو عندك في الموقع اولا كتحملو عندك في البي سي ديالك، الا بغيتي تيريه كتيريه، وكيعطيك يعني المهم في هذا الروسي هذا هو داك الرقم ديال تتبع ديال الملف ديالكم. اذا خوتي خواتاتي، اذا الى حدود الان غنكونوا استوفينا جميع النقاط ديالنا اللي كان اننا يعني نشرحوها في هذا في هذه الحلقه هذه. اذا بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناتش في القناه، اذا كنتمنى انكم تنزلوا تحت تبركوا على سابوني ثم تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. بالنسبه للاسئله، اللي عنده شي سؤال او اللي عنده شي حاجه فينزل تحت يحط ليا في التعليق، من اجل اني باش نحاول انني نجاوبها يعني بطريقه مباشره او بطريقه كما قلت لكم يعني دائما الفيديو. اذا ما تنساوش لايك 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 لايك. اذا خوتي خوتي الى الحلقه القادمه ان شاء الله.